الحديث مثل ما قلت لك كان هناك ثلاثة أطراف. طرف موجود على أطراف صنعاء، قوات الجيش اليمني وقوات الشرعية على مسافة 35 كيلومتر من صنعاء. ممتاز. كان سيكون هناك صعوبة كبيرة جدا كان في دخول صنعاء. ومن هذا المنطلق يعني احنا كنا في حالة ترقب وحالة انتظار. طبعا أسف للمقاطعة هنا، المشاهد ربما لديه هذا الفضول ليعرف موازين القوى العسكرية، يعني الأسلحة الموجودة لدى الجيش اليمني والسلطة الشرعية مقارنة بالسلاح الموجود في يد الحوثي، الكفة بتميل فين؟ الكفة بتميل بالتأكيد بيد الجيش اليمني. بالتأكيد. بالتأكيد ما في شك. طبعا في كان أسلحة وقوات مدربة اللي هي الحرس الجمهوري. نعم. هذه كان لديه أسلحة ثقيلة، ومن هنا ربما كان خطأ الحرس الرئيس الجمهوري. أيوة. على طريقة اللي هي تبع علي عبد الله صالح. هذه طب الآن هي في يد مين؟ لا زالت يقودها طارق وأولاده والآخرين، يعني في النهاية هذه قوات النخبة، هذه قوات النخبة وهي قوات. هو الكلام عن اغتيال طارق أو نجاته لا مفيش حاجة متأكدت حتى الآن، غير مؤكد. غير مؤكدة. فبالتالي القوات هذه كانت موجودة على الأطراف، وأيضا على صعيد القوة الآن على مدى الثلاث الأربع ساعات الماضية قوات التحالف تقصف المناطق اللي هي شمال صنعاء، اللي هي المناطق الفاصلة بين المنطقة اللي فيها قوات الشرعية ومطار صنعاء، لكي تقصف يعني تسوي الأرض. السماء بيد القوات التحالف، الأرض كان مش موجود فيها الآن حتغطيها، وفي ظل تغيير أيضا التعليمات اللي موجودة لسلاح الطيران الآن لقوات التحالف، كان أول التعليمات كانت محدودة، الآن تعليمات حرة، الآن الطيار له الحرية الكاملة بأن يتعامل مع ما هو موجود في الأرض، بينما سابقا كان يطلع من هناك وعنده هدف محدد. فبالتالي الميزان القوى على الصعيد العسكري يتغير بشكل كبير، ومن هذا المنطلق جاء سليماني، لأنه عارف هم بيحسبوا على الخطوات القادمة. سليمان الآن موجود في داخل عمان، ومن عمان يبدو أنه يدير هذه الأمور والمعارك. الشيء عملية صنعاء العروبة تأخرت من فترة طويلة، نحن من 8 أشهر في حالة ترقب، لأنه هذه القوات ظلت في هذا الكلمات، كأنه نحن نتكلم عن حوالي 7 إلى 10 ألوية وهي مدربة وجاهزة وفي إطار. بس وجود علي عبد الله صالح بقواته مع الحوثيين وقتها كان مصعب القصة. مصعب القصة بالتأكيد طبعا. وكانت الكلفة البشرية لدخول طبعا. يعني كلفة ضخمة جدا طبعا. الآن في ظل وهذا هو أظن الانتقام من علي عبد الله صالح، أنهم شعروا لأول مرة، لأنه نحن كنا منتظرين كقوات شرعية إنه لابد من حصول نوع من انتفاضة من قبل المواطنين في داخل المدينة، هذا يسهل لدخول القوات.